ذكر البنك المركزي المصري أن شبكة التمويل والاستدامة SBFN المصرفية المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي رفعت تصنيف مصر من التطبيق المبدئي إلى التطبيق المتقدم. وأوضح البنك أن هذا التصنيف يأتي ضمن تقييم الأداء الخاص بالشبكة التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة بتلك الدول لتطوير التمويل المستدام وتنفيذه بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة. أكدت الحكومة أن غدا يعد آخر فرصة للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وتسجيل الطلبات إلكترونيا وسداد قيمة الوديعة المقررة. ولفتت الحكومة لأنه لا نية لمد هذه الفرصة مرة أخرى، موضحة أن العبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة وليس بيوم وصولها. وأضافت الحكومة أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين حتى الآن يبلغ 1,800,000,000 دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج نحو 767,000,000 دولار. أكدت الحكومة أن إجمالي ما تم تورده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 وصل إلى 750,000 طن، حيث من المستهدف توريد 3,500,000 طن قمح محلي هذا الموسم. وأشارت الحكومة إلى أنه يوجد تنسيق كامل لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة. طفرة كبيرة يشهدها القطاع الزراعي بمصر، خاصة في المحاصيل ذات البعد الاستراتيجي التي تبذل الدولة في دعمها جهودا كبيرة لزيادة إنتاجية محاصيلها. محصول القمح خلال الموسم الجاري هو نتاج جهود 6 أشهر نتيجة التزام المزارعين بالسياسة الصنفية والتزامهم بمواعيد الري والتسميد المتوازن وتنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الآفات التي تصيب محصول القمح. لأول مرة تم إنتاج 100% من تأوي القمح، كان قبل كده بحوالي 60% تم إنتاجها، ودي أصناف عالية الإنتاج، فدي بتدي إنتاجية بالنسبة للفدان، ده اسمه التوسع الرأسي اللي احنا ممكن المزارع مجرد ما بيستخدم تقوي ده بيزيد حوالي 3-4 أرديب عن اللي هو بيستخدمه من إيه من المنزل من عنده. ونوضح النهاردة دور الدولة جهودها في ترشيد المية من دعم المزارع من تسوية بالليزر للحقول الإرشادية والزراعة على مصاطب واستنباط الأصناف قصيرة العمر موفرة للمية. التزام المزارعين أدى إلى زيادة الإنتاج بمعدل أعلى من العام الماضي بمقدار أردبين لكل وحدة مساحة، وهو ما ينبئ بمحصول مبشر بالخير هذا العام. بنصح كل فلاحين مصر إن هم يجربوا طريقة الزراعة بالتسطير على مساطب. التسطير ليه؟ عشان أنا لما أحط البذرة تحت ربنا اضمن لما الجو لما يجي المحصول يستوي ما يحصلش فيه هواء يحصل ركود في القمح. بزرع بطريقه المصاطب ليه؟ عشان اقدر اوفر ميه. انتاج كويس والدنيا ماشيه كويسه باذن الله. احنا بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو حاطط الفلاح المصري على اولويات راس الدوله. وهكذا تهتم الدوله بالمزارع المصري ليس فقط من خلال التوعيه بالسياسات الزراعيه، وانما رفع سعر توريد القمح من 1500 الى 2000 جنيه للفدان. أعلنت دبي إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار المكتوم الدولي بتكلفة تبلغ أكثر من 34,800,000,000 دولار. وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم إن المطار سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً.